اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم صوتكم اللي راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي راح تشوفوها باسفل الشاشه. تقدرون تتواصلون ويانا يعني باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من هاي الارقام اللي راح تشوفوها بالاسفل، وفي حال ما تمكنتوا من الاتصال بينا تقدرون تتواصلون ويانا يعني عبر تطبيق الواتساب حتى نقرا رسائل. نتمنى تكون الرساله متبوعه بالاسم والمكان حتى نعرف منو كتب لنا ومن وين. الارقام مال البرنامج اللي تشوفوها بالاسفل، الرقم الاخير اللي بصفه اشاره الواتساب تقدرون ايضا تتواصلون ويانا عن طريق الرسائل وليس الاتصال، لانه ما اقدر استقبل اتصال بالواتساب. نبدي مشاهدينا الكرام ملفاتنا، واول ملف ويانا هو استيلاء الميليشيات على املاك المواطنين والدوله. ونبدي باللي قالوه المراقبين انه سلب القاع اللي مبني عليها نادي الفروسيه في العاصمه العراقيه بغداد، اللي تاسس هذا النادي سنه 1922، يعني بعد سنتين من تاسيس الملكيه والدوله العراقيه الحديثه. كل هذا يجي بشيء مبيت، اكو شيء دا ينطبخ، حالة حال متنزه الزوراء. على الرغم أنه الجهات المعنية نفت وبشكل متكرر أنه حولت هاي المساحات الخضراء أو هذا النادي أو المتنزه إلى الاستثمار، وحولوها أن يبنون بدالها مجمعات سكنية، الواقع طلع عكس هذا الشيء. أعضاء نادي الفروسية اللي موجود بمنطقة العامرية غرب العاصمة العراقية بغداد دي يتحضرون هسه حتى يسوون وقفة احتجاجية بالنادي، يحتجون بها على محاولات مشبوهة من قبل بعض الأشخاص التابعين لميليشيات أن يسلبون أرض نادي الفروسية. بنفس السياق قالت لجنة الاستثمار على لسان سوزان منصور أنه اللي دي يصير ببغداد من تدمير مستمر هو عملية تشييع العاصمة العراقية بغداد إلى مثواها الأخير أو إلى القبر، ودق المسامير في تابوتها آخرها هو تحويل نادي الفروسية إلى مجمع سكني. عندنا مقطع مصور راح تشوفوه الآن يبين لكم اللحظة اللي اقتحمت بها سيارات تتبع ميليشيات حتى يسيطرون على نادي الفروسية بمنطقة العامرية بغداد بقوة السلاح. ليش؟ حتى يفلشوه ويقطعون القاع اللي مبني عليها نادي الفروسية ويحولوها إلى بيوت سكنية ومجمعات سكنية، ويحاولون يطردون أعضاء نادي الفروسية من النادي. تعالوا نشوف. طبعا اللي دا يشوف المدخل مال نادي الفروسيه بعيدا عن كل شيء هذا مخرب، مدخل نادي الفروسيه كان هوايه احلى من هذا الشيء. هذه كانت كلها اشجار خضار، مسافه طويله انت تفتر وتشوف خضار على الجانبين، وغير المساحات اللي موجوده لركوب الخيل. العراق بالتسعينيات كانت اكو بيه بغداد ثلاث نوادي، اكو هوايه نوادي، لكن اكو ثلاث نوادي هي تعتبر رئيسية. الناس كانت تسابق حتى تحصل هوية عضوية، الفروسية، الصيد، العلوية. ذني ثلاث نوادي كانت بها ضوابط معينة، وهوية الانتساب أو هوية العضوية كانت مو من السهولة أنه الإنسان يحصلها. هذا النادي قضيت به أيام وأيام
كنت منتسب به، من أجمل نوادي العاصمة العراقية بغداد، من أحلى الأماكن اللي من الممكن الإنسان أنه يتونس بها هو نادي الفروسية، غير الفعاليات اللي من ممكن أنه أنت تسويها بالداخل، على رأسهن ركوب الخيل. فكل واحد كان يعشق الخيل وما عنده إمكانية أنه يشتري خيل لغلاء أسعار الخيول، يدفع رسوم الاشتراك ويروح حتى يتمعن بالخيول، يحاول يركبهن، يتدرب، وأكو فعاليات أخرى يسويها. الجماعة يقول لك ليش بالعراق أكو نوادي؟ ليش بالعراق أكو متنزهات؟ ليش بالعراق أكو مساحات خضراء؟ ليش بالعراق أكو نوافير؟ ليش بالعراق أكو باركات؟ ليش بالعراق أكو نصب؟ ليش أكو بالعراق تماثيل؟ ليش أكو بالعراق أشياء تاريخية تدل على هوية البلد؟ لا، إحنا نشيله ونبني بيوت. هوية العراق اليوم بيوت. نادي إنشال ينبني بدا بيوت، نصب إنشال تنبني مكانها بيوت. وإذا أجاك واحد شوية يسوي نفسه فهيم يقول لك أنا أبني بيوت أربح مرة واحدة، هاي ما أربح، لا خل أبني مول تجاري، من أبني مول تجاري ربحي مستمر. يجيك فهيم الأخ يقول لك شنو أرض حرام ما ستشت قطار، هذا حكي مو يمنا، ابنوا بيوت والقطار يطب بنص البيوت، ومن يطب القطار بنص البيوت السائق يسلم على أهل البيوت إذا ما طلعوا الأصواني مال أكل. طبعا لما صار الحكي على نادي الفروسية ومحاولة ذولا أن يستولون عليها، رجعت لنا قضية أراضي الجادرية. هاي الأراضي مو أول مرة تطلع، أكو بمنطقة الجادرية بالعاصمة العراقية بغداد، وهي واحدة من المناطق الراقية، أكو أراضي تحاول ميليشيا كتائب الإمام علي اللي زعمها شبل الزيدي أن يستولون عليها. الأهالي ماذا يقبلون؟ لهالسبب جماعة شبل هجموا على الأهالي وحاولوا يستولون على أراضيهم بقوة السلاح، وأيضا اللي مطلعيهم من مناطقهم بالجادرية منعوهم أن يدخلون إلى بيوتهم. تعالوا نشوف. وين صار؟ بالمستشفى. زين ليش ما خبرتوا يا عمو؟ كان خبرتوا. ذول الأهالي اللي شفتوا هذا الشاب مضروب على يد جماعة شبل الزيدي، هم نفسهم وياتهم جمعوا أمام مستشفى هنا، طالبوا الأهالي من منطقة الجادرية بالعاصمة العراقية بغداد، طالبوا السوداني أن يحاسب عناصر تتبع ميليشيا يقودها أو يزعمها شبل الزيدي، هو الأمين العام لكتائب الإمام علي، واللي اعتدوا عليهم وأصابوهم بجروح خطرة. هذا المقطع للتجمع وين؟ هذا قدام مستشفى زايد بمنطقة الأندلس وبوسط العاصمة العراقية بغداد. نص هذه التجمع اكو شباب تعرضوا الى ضرب وتمت معالجتهم داخل المستشفى اللي هم واقفين بالباب. احد المواطنين يقول انه الفصيل المسلح اللي اطلق النار على دوريه تتبع الى الشرطه، هاي كارثه، قال طلعوا لنا عصابات من الجادريه، طلعوا يعني اخرجوا لنا عصابات من الجادريه، دول بلا قانون، دول هم اللي طردوا دوريه الشرطه مو احنا، هو اللي دا يحكي. وصف اللي دا يصير انه هيبه الدوله انداست بالرجلين ورا ما كسروها. بنفس المقطع مرية تقول احنا جينا ندافع عن قياعيننا هجموا علينا، رغم انه احنا استعانينا بدورية تابعة للشرطة لكن ما قدروا يردعوهم، واكدت انه هاي العناصر تهجموا ورموا على الشرطة اكثر من 30 اطلاقة نارية، وبينت انه هؤلاء هم الحرس الخاص لشبل الزيدي حسب الامرأة اللي راح تطلع لكم مرة شوية، ورئيس الحرس اسمه حسين حسب قولها، هم اللي طوقوا بيوتهم وما سمحوا لهم ان يدخلون لبيوتهم وضربوا ولدهم. تعالوا نسمع. مقاتلين المتظاهرين الى خوارج الحشد، نعم نحاسبكم. جاء اليوم كل من اعتدى على اراضي بني لام حكي ناجي حشوفوا هسه، وانتم اللي هجمتوا على العزله وأخذت تليفوناتهم وكسرتوهم، ترى ما تفوتكم.
وهذا السلاح اللي رميتوه على الشرطة ورميته الشرطة ويا رئيس الوزراء إذا ما جيت ولزمتهم دول اللي أنا شوف عيني رموا وضربوا وطردوا الشرطة وما لها هيبة للدولة كسروا هيبة الدولة. إحنا جايين السيد الثاني قال لنا قانون وجاينا عن قانون دولة ما عندهم قانون خرجونا هاي العصابات البجادرية اللي مدى تحترمون عزيزي ممكن تسولفي لنا صار؟ كنا ندافع عن بياعين جو يهجموا علينا يضربونا بالسلاح جبنا لهم الشرطة زين جبنا دورية الشرطة الشرطة ما سووا شيء؟ ما يقدرون بالسلاح لا عندهم هيبة للشرطة لا عندهم هيبة الفوج صدق رموا على الشرطة ورموا عليكم؟ رموا على الشرطة وتجمعوا عليهم رموا اي رموا السلاح؟ رموا اي أكثر من 30 بطاقة موجودة وشهود واللي هم كلها تشهد مطوفين المنطقة علينا من هو اللي جاء عليكم؟ من اللي جاء؟ شو اسمه الحرس الخاص مال شبل السيدي اسمه واحد رئيس الحرس اسمه حسين اي هذول اللي جاوا علينا مطوفين لبيوتهم ما يخلون واحد يدخل لبيوتهم مطوفين هسه بيوتنا ومطوفين منطقتنا معقولة هاي العالم كلها ما يخلوها تدخل لبيوتها؟ اي يا اهل ولدته جاي من الشغل ما يدرون دولة ماكو دولة؟ ولدته جاي من الشغل ما يدرون شغل ماكو لا أدي يصور يقولهم معقولة ماكو دولة يا دولة إيش بقوا هم بالدولة شو أراضي مملوكة للدولة سيطروا عليها أراضي محرم البناء بها أو الاستيلاء عليها سيطروا عليها أكو أراضي بها أنابيب نفط أنابيب نفط تتبع للدولة هسه مؤجرة الأشخاص لأنه أكو ناس استولت عليها أكو أراضي بها كابلات وعواميد ما الضغط عالي هسه ناس تأجرها لوزارة الكهرباء لأنه سيطرت عليها أكو قياعين بصف السجج مع القطارات ناس مسيطرة عليها قال لك ما بقت شيء من أراضي الدولة ما سيطرنا عليها خلصنا على أراضي الدولة كلها شو بقى؟ قالوا بقت المساحات الخضراء المتنزهات بلشوا للعلم أكو استيلاء على ضفاف نهر دجلة وضفاف نهر الفرات ما حدا يحكي بيهن أراضي المواطنين مزارعهم كلها تتحول أراضي سكنية ليش؟ حتى يقللون المساحات الخضراء والمزروعة حتى البلد يتحول إلى 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 أرض قاحلة لا تصلح للعيش وراها جوع الناس اللي تملك بيوت وعندهم قطع أراضي عراقي يملك قاع ليش؟ على أي أساس عراقي يملك قاع؟ ما المفروض عراقي يملك قاع؟ العراق ما لبونه إحنا نتصرف فيه هيك دا يتعاملون ويا المواطن العراق صار ملك صرف الشم واحد ما يستحي الشم واحد ما عنده لا غيرة ولا شرف ولا ناموس اللي يضرب الناس هيك والناس هم أصحاب الحق واللي يطردهم من بيوتهم واللي حاول ينقلهم من مكان لمكان ويهجرهم بس في سبيل أنه يستفاد من هاي القاعة بمردود مادي الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت أول تعليق موجودي أنا من حيدر اللامي لحد الآن بيوتنا محاصرة وماكو الدولة ما تتحرك ولا راح تتحرك أحمد الدليمي اغتصاب الأراضي وأملاك المواطنين من قبل متنفذين في الدولة أصبحت ظاهرة مستمرة محمد رضا الدولة وين؟ أدري هاي العصابات ليش وقت تبقى مستفحلة على الشعب والله لعبة نفسنا علي العبادي دولة ماكو بس على الفقير يطبق القانون أما الأحزاب تلعب بكيفها طالب الكلابي حكومة إطارية سلب ونهب الممتلكات العامة والخاصة لصالح بقائهم في السلطة وإرضاء الأسياد علي العدي يقول هذا مو بلد غابة مع الأسف بلد تايه بيه العصابات وين الحكومة فكان هذا تعليق الناس على قضية محاولة بعض المتنفذين ولا بعض المتنفذين محاولة المتنفذين لسلب أملاك الناس والاستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين في سبيل يبني لعمارة لو بيت لو قصر مثل القصور اللي انبنت إلى بعض البرلمانيين اللي موجودين واللي قشوهم من البرلمان أو يبني لمول ومن أين لك هذا من الاستيلاء اللي دي يصير على أملاك المواطنين ننتقل إلى ملف ثاني إلى علاقة بالملف الأول لكن بصورة أخرى هي أزمة السكن العراق اليوم بأزمة سكن هذا شيء طبيعي ليش؟ أنا أقول لك ليش احنا بالعراق عندنا أراضي قاحلة كثيرة يعني عندنا صحراء
وعندنا مناطق فارغة كبيرة ما حد يستفاد منها. بس هم وين يفكرون؟ هم يفكرون بمركز المدن. أما التطوير العمراني والتطوير المدني ما موجود بالعراق. شنو التطوير العمراني؟ العدد نسمات البلدان دا تزيد، فكل بلد لازم أكو بيه خطة 50 أو 20 أو 25 سنة يفكرون إنه إذا صار عدد نسمات هاي المدينة هلقد شي يسوون؟ يبدون يتوسعون. وإذا تردون تشوفون بالتاريخ، رجعوا لما أبو جعفر المنصور بدأ بغداد المدورة، شوفوا عدد السكان إشقد وكانت مساحتها إشقد، ولما كبرت وعشنا بها بالتسعينات مساحتها إشقد. وروحوا بأي بلد بالعالم راح تشوفوا نفس الشيء، البلد أو المدينة تكبر، فيبدون يزحفون على الخارج المدينة مو بداخل المدينة، يحافظون على الداخل ويزحفون على الخارج حتى يكبروها ويوسعوها. واكو تخطيط عمراني معين حتى يبنون صورة أو مدينة جميلة الناس تعيش بها. اليوم بالعراق عندنا أزمة سكن، عدد السكان يرتفع والمنازل ماكو، وعندنا عشوائيات. وساهمت هاي القضية بارتفاع أسعار العقارات بدل من خفضها. أحد المواطنين ينتقد الحكومة ويقول أنتوا اللي ساهمتوا برفع أسعار العقارات، لأنه أنتوا تعطون أراضي إلى مستثمرين بأسعار رخيصة جدا، فلاسين، بالمقابل يبيعوها بأسعار خيالية وتفوق قدرة المواطن العراقي الفقير. وأكد أنه ما بقت أرض مهمة على الشارع الدولي بقضاء شط العرب إلا وانحالت من قبل هيئة الاستثمار وصارت استثمارية. ولفت الانتباه أنه كان من الواجب توزيع هاي الأراضي إلى مواطنين بدل ما يطوها إلى مناطق نائية للمواطن، وهاي هاي الأراضي يطوها إلى مستثمر، لأنه ذيك الأراضي ما يوصلها خدمات أساسية وإلا وراء فترة طويلة وراء وين؟ أما ذني واصلهن. وأكد أنه قرار المسؤول بمحافظة البصرة أن يوقف إجازات الاستثمار بجميع المناطق المشمولة بالتصميم الأساس بالمحافظة كان متأخر جداً، لأنه هاي الأراضي سبق وأن وزعوها. تعال نشوف. أصدر كتاب بإيقاف إجازات الاستثمار في جميع الأماكن اللي مشمولة بالتصميم الأساس في محافظة البصرة. حقيقة هذا القرار متأخر جدا، ومثل ما شوفون أنا حاليا في الطريق الدولي الرابط بين الشلامشة وقضاء شط العرب، وجاي يشوفون هذه المساحات المهمة واللي هي قريبة من الشارع الدولي. كل هذه المساحات المهمة هي أحيلت إلى الاستثمار لبناء مجمعات سكنية، ومثل ما جاي تلاحظون بالصورة، حقيقة أنه إحنا اليوم نعتقد ما بقت مساحات مهمة إلا وأحيلت إلى الاستثمار. هذه الأماكن اللي قريبة بالشارع من الشارع العام، ومثل ما تعرفون أنه الدولة لما ما تحيل المساحات هذه إلى المقاولين والمستثمرين بمبالغ رمزية حقيقة، وبالتالي هذه الوحدات السكنية تباع بأكثر من نصف مليار، في حين أن الدولة أعطت هذه المساحات بالتفاليس. وأنا حقيقة ذكرت في تقرير سابق وفيديو سابق أنه هذه المساحات القريبة من الشارع العام والمهمة والاستراتيجية المفروض تتوزع على المواطنين والموظفين من ذوي الدخل المحدود. اليوم ليش الموظف والمواطن، إذا حصل المواطن طبعا قطعة أرض، جاي يستلم قريب من الحدود العراقية الإيرانية خلف الإروائي، وبالتالي صار سنوات غير مخدومة وينتظر أن تخدم هذه القطع الأراضي، في حين أنه لو هذول المستثمرين انطيتوهم خلف الإروائي وقرب الحدود العراقية الإيرانية، أعتقد هذه شركات وتقدر تخدم هذه المساحات والوحدات السكنية، وبالتالي الموظفين والمواطنين لما ما تبطونهم قريبة على الشارع العام وقريبة من الخدمات يقدر يبني. ليش يعني هاي شوفون هاي المساحات المهمة القريبة من الشارع العام كلها حيلت للاستثمار للشركات، وبالتالي العقار صعد وارتفع أسعاره وماكو أي نتيجة. اليوم الدولة ما حلت أزمة بل سوت أزمة بالعقار.
هاي حال العقارات في البصرة. وعندنا ناشط آخر من المحافظة يقول إنه هيئة الاستثمار بالمحافظة امتصت أراضي المواطنين وقدام أنظار ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاع على حد سواء. يقول كل الجهات اللي لها علاقة شافت الموضوع قدام عينها وما حد يفكر ويحكي. وطالب الجهات المسؤولة أن يتابعون أسعار المجمعات السكنية اللي تنباع بأسعار خيالية أو يسموها العراقيين انفلاقية. أكد أنه الأراضي تمنح بأسعار رخيصة منخفضة يمنحوها لأجل الاستثمار حتى يخففون عن كاهل المواطن، حتى يقدرون الناس أن يشترون مسكن بأسعار يتناسب ويا قدراتهم المادية. لكن هذا الاستثمار تحول اليوم إلى نقمة لأن الأسعار تفوق قدرة المواطن المادية. تعالوا نسمع. بالبصرة امتصت أراضي البصريين تحت أنظار ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وكل جهات ذات العلاقة. ما معقول أخوان، الاستثمار بكل البلدان المتقدمة هو نعمة وبالتالي نقمة على العراق والبصريين. هسا أنا اليوم أعطيك المتر 5000 دينار وهو سعره مليون حتى تسهل لي فرصة السكن اللي أنا كمواطن عراقي. تروح تبيع لي ب700 مليون وتبيع لي بمليار وانت معفي من الضرائب ومعفي من كل شيء. انت بهيئة الاستثمار على الجهات ذات العلاقة متابعة أسعار المجمعات السكنية وأعضاء هيئة الاستثمار وأموالهم ومدير هيئة الاستثمار. اليوم الإخوان صدوا لهذا الملف وحصلوا تهديدات مثل المواطن حسين الشحماني اليوم يهدد من قبل الأحزاب لكونه فتح هذا الملف. اليوم محافظ البصرة مصدر كتاب ووقفوا الاستثمار وإن كان متأخر صراحة وما تفاعلنا خير، وإن كان متأخر بس نقدر نبقينا كم قطيعة بالبصرة نستر بيها موظفينا شبابنا مواطنينا. الله أكبر على هيئة الاستثمار بالبصرة، لو اطلعتوا عليهم لفرقتوا منهم قسما بالله. لو تدققون بأموالهم قبل لا يطبون، وهسه هم وأعضاهم والواقف وياهم والموقع لهم. ما معقول أخوان الشقة 700 مليون والفيلا بمليار. كل البلدان اللي شفتوها وطلعتوا وسافرتوها متقدمة بالاستثمار إلا بالبصرة. مدير هيئة الاستثمار مو هذا بلدك ومدينتك، ليش احنا كل مواطن ساكن له 5 بغرفة 6 وانت تبيع الشقة ب700 مليون 800 مليون انباعت بسببك، والأرض اعطوك اياها بسعر التراب المتر ب5000 ب10000 بعد ما كان المتر بمليون دينار حتى تسهل لي فرصة السكن أستر عيالي بيها. حسبي الله ونعم الوكيل. بغداد الجديدة بالعاصمة العراقية بغداد اكو منطقة خلف المسبح مال بغداد الجديدة، اكو بيوت تسمى حي الخليج. ذن البيوت البغادة كانوا يقولون بيوت قصة البقلاوة، كل بلوك مشابه للبلوك اللي بصفه، هن 4 بلوكات كل بلوك بي تقريبا 16 بيت، 4 × 4 = 16 بيت. فأربع بلوكات مجموعة من البيوت بنت بالاستثمار ويا شركة فرنسية، فكان البناء مالتها مشابه للبيوت اللي موجودة بمنطقة الحبانية السياحية، فكانت البيوت حلوة. أتذكر السياج مالتها كان حديد ولونه أخضر، فكانت البيوت يا بيجية يا خضرة زيتوني، أتذكر هيجي. بوقتها لما تعاقد العراق ويا هاي الشركة الفرنسية وكان العراق دا يحارب بإيران بالثمانينات وانبنت وانباعت للناس للفقرة للي ما عنده، ليش؟ يقدر كان ياخذها بقرض ميسر من الدولة حتى يقدر يمتلك بيت. أما الاستثمار هنا لما تجيني على واحد هو راتب الرعاية الاجتماعية 160 ألف مدري 150 ألف وتقول لي بيت ب700 مليون، إيش قد يقعد يشتري بيت؟ ناس لما شافت هذا الحكي وسمعته علقت على الموضوع. أول تعليق موجودي أنا من علي وليد يقول انباعت الأراضي بحجة استثمار، يبيعون الأراضي بسعر بخس، يجي أبو شركة يبيع البيت 250 متر 400 مليون فما فوق، وين العدالة؟ زين ما فكروا الفقير اللي يريد يشتري بيت يستر على روحه يحفظ عائلته شلون يشتري؟ تجاوزات ترسة البصرة بسبب سعر البيوت المبالغ بها، ماكو عدالة بالبصرة. محافظ شنو شغلك؟ المختار ابن الجنوب.
هذا يدل على ضعف الحكومة المحلية وفشل ذريع لقسم التخطيط إزاء سطوة الأحزاب. أحمد الشاوي ولا واحد من قضاء شط العرب يقدر يشتري الشقة بهاي المجمعات مو بيت بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية. مصطفى السيد الفقير ما إلى مكان بين الغربان، غلاء فاحش وحيتان فساد بكل مكان. فاضل المطور يقول هذول الحكومة نقمة على الفقير، ويا من تحكي أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي. ويحيى الجعيفري يقول ماكو فايدة بعد راحت أراضي البصرة. فكان هذا تعليق الناس على أزمة السكن بالبلد. فكان ملفنا الأول هو استيلاء الميليشيات والمتنفذين على الأراضي ومنها نادي الفروسية، والملف الثاني هو أزمة السكن. عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أفل، بالنسبة للتوزيع الأراضي، إحنا مشكلتنا بالعراق بعد 2003 ماكو تخطيط. نعم. يعني أكو تخريب. نعم. أكو المفروض الأراضي ما تتوزع شو المكان. نعم. يعني المفروض يدرسون المناطق الخضراء، المناطق السياحية. إحنا اليوم أي واحد يجي يشتهي يبني له فيلا، يبني له عمارة، باللي يريده هو يتفق ويا المسؤولين بالمنطقة وبنت. هذا غلط، هذا لا. غلط. يعني أكو تنظيم مدن، مو أي واحد. إحنا مشكلتنا اليوم ما عندنا ناس اللي تقود البلد أو البر الأمان، يعني لا بالوضع الاقتصادي، لا بالوضع العمراني، لا بالوضع السياسي. احنا جاي اليوم نشوف عايشين وضع هربجي، يعني ما يصير هيك شيء. الى متى؟ انا والله يا استاذ افل ما اتمنى ان يكون توزيع الاراضي للمواطنين، هذا غلط، هذا غلط. انت هي مساحه العراق ايش قد، حتى كل واحد اليوم اي رئيس وزراء يجي يوزع القطع الاراضي للمواطنين، يا اخي ما يصير هيك شيء. هو لا هذا الملك ملكك ولا الملك خلفك، انت جاي فتره محدده وتروح تولي. مو اي واحد، يعني فاز فريق عراقي كره السله، كره الماء، كره ما اعرف شنو، فاز ما اعرف شنو. ما يصير هيك شيء، اكو تنظيم. هذا توزيع الاراضي، توزيع يعني اكو افضل عن البناء العمراني استاذ افل، البناء العمراني بالاخص المدن. نعم. المدن ما يصير يعني توزيع البناء الفقري، بناء عمراني تقضي على أزمة السكن. يا أخي يقول لك من الأصاف، أنت حتى عدوك إذا يعني كان يشتغل بصحيح أنت ذكر أنت عندك هاي دولة إسرائيل. يا أخي يخططون كل بناء عمران، ما عندهم لا شفت لهم مجدي قاعد بالشارع، لا شفت متسول. يعني وهي إسرائيل زين، هسه إحنا بلد مسلم والإيمان يخرخر من عقولنا. يا يعني يا حزب اللي ترزمه هو إسلامي زين، هو هذا الدين اللي وصاكم برب العالمين، غير هو هذا الدين القيم، غير تنظمون الحياة، تنظمون الناس اللي أنتم مسؤولين عليهم. اليوم إحنا جاي نعيش فوضى يا أستاذ أفل، فوضى بكل شيء. ماكو تنظيم، لا بالتنظيم البشري، لا بالتنظيم العمراني، لا بالتنظيم الاقتصادي. يعني فوضى الى متى هذه؟ احنا المفروض يعني الانسان يتعب والانسان يصير عنده دراسه للمستقبل. يعني احنا من داخل اليوم هذا اليوم جاي نعيش فوضى، لا مستقرين بالوضع العمراني، لا مستقرين بالوضع الامني، لا مستقرين بالوضع السياسي. هذه مجتمع حياه استاذ افل. يعني اتمنى على المسؤولين والقائمين على الوضع بالعراق أن يكتفون ويسوون دراسات للمواطنين، ما يصير هيك فوضى. تحياتي لك. شكرا لك أخ عبد الرزاق. ملفنا الثالث يفرح ويبكي. يفرح لما نشوف أنه أكو شيء دا يصير، بس يبكي لما نشوف شلون دا يصير. محمد الشاعر السوداني، تعرفون كل فترة وفترة يفتتح له مشروع، مثل ما افتتح جسر الأمة اللي صار بالقريعات بصفه اكو جسر بعده 20 متر وصرفوا عليه مليارات، وراها شدوا له جكات حتى لا يوقع الجسر. اليوم محمد الشاعر السوداني افتتح له ملعب. لا وينو كان وياه؟ كان ويا الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ومحافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي
وهو رئيس مجلس الوزراء حسب الوصف الرسمي مالتهم راحوا يفتتحون ملعب الناصرية الدولي بمحافظة ذي قار. الملعب على الرغم أن العالم اتطور وقام يوصل للمئة ألف متفرج ومشاهد أو مشجع، لكن يعتبر هذا الملعب صغير أمام هاي الملاعب لأنه يتسع إلى 20 ألف متفرج. هو واحد من مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار. الافتتاح صار بدون جمهور، شلون يصير افتتاح ملعب بدون جمهور؟ ما أدري شلون يصير افتتاح ملعب بدون التحضير لمباراة افتتاحية للملعب، هم أنا ما أدري. يمكن ملعب الشعب لما العراق افتتحه المنتخب العراقي لعب ويا بنفيكا، يمكن. المهم، لكن العجيب بالوضع أنه أحد المواطنين بمحافظة ذي قار وبيوم الافتتاح قدر يفضح لكم الغش الموجود بأرضية ملعب الناصرية الجديد. شو وقت يوم اللي جايين دا يفتتحوه جماعة، يقول أنه مضمار ملعب الناصرية الدولي هو عبارة عن تراب غطوه من مادة الثيل الصناعي أو التارتان، على الرغم من التأكيدات أنه جودة العمل وفق معايير عالمية وصرفوا مبالغ طائلة على هذا الملعب، والمثل هكذا مشاريع لكن تنفذ بصورة ترقية. تعالوا نشوف. عباس زين ملعب هذا مو اكو مساحة هنا لازم زرقاء او حمراء؟ لا بغير بلدان العالم، بالعراق غير شكل تارتان يوصل ليهم. شنو الطابة تعبر للجمهور؟ شنو الموضوع؟ زين بعدين الملعب هسه من حطيته تراب ويجون الواعيب يلعبون عليه مو راح يدوس؟ اذا داس هذا ايش راح يصير بالقاع؟ زين العالم كلها بطلت تستخدم التارتان، كلها بطلت تستخدم الثيل الصناعي لاسباب عده، واهمها انه الثيل الصناعي حاد يجرح، هاي رقم واحد. اثنين يحد من الركض. ثلاثة غير صحي. أربعة بمشاكل كثيرة فيستخدمون مواد أخرى، لكن الجماعة يتعاركون ويا مواطن يقول لأنت منه أنت حتى تجي تحاسب؟ لا، المفروض هذا اللي حاسبك. عيني اللي قاعد اتطرد بيه بس أرد أقول لك شغلة واحدة. باليابان، ولو هي اليابان كوكب بالنسبة لنا مو كوكب، هي كوكب خارج المجرة بالنسبة للعراق، باليابان المواطن إذا لزم حرامي ووداه مركز الشرطة، مركز الشرطة يعطوه مكافأة مالية، يقول له أنت ساهمت في الحفاظ على أرواح المواطنين وأملاكهم. ما يجي واحد يقول له منو أنت حتى تجي تحاسب هذا الحرامي؟ بس لما يجي هذا مواطن حاب هذا المكان وحاب يفرح فيه ويقول لكم هذا المكان غلط، يقول له أنت منو أنت حتى تجي تحاسب؟ أطلع برا. الناس لما شافت الملعب وأرضيته الفاشلة علقت على الموضوع، وأول تعليق يعقوب محمد يقول ما يستحون سلب ونهب، والله يجي بس يقص الشريط ما يكلف نفسه يباوع ويقيم. هشام قاسم العزاوي أبد ما تصير لهم شارة لازم يبوقون. عادل حسن هذا شغل الفاسدين والحرامية ومن تسعى على تكلفة المشروع بكذا مليار. دلال كاظم تقول المشكلة ماكو رقابة على تنفيذ أغلب المشاريع وبالتالي هذا يشجع على الفساد بكل أنواعه. عامر هاي منجزات السوداني أموال النهب والسلب. وهاجر رشدي كامل تقول إعلام وصورني بلا أي إنجاز حقيقي. أما الأخ عامر يقول هذا من إنجازات محمد الشياع السوداني أموال النهب والسلب. والله هو محمد الشياع السوداني قال في فترة من الفترات
راح أقدم لكم خدمات وحكومتي حكومة خدمات. وقال الله يوفقني إذا بقى الحال عليه. هذا شو وقت قال لما نزار مستشفى الكاظمية؟ فالله لا يوفقه لأن بقى الحال مثل ما هو عليه. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. حياك. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله حبيبي أنا كل اللي يجي يضحك علينا. نعم. الله وكيل كل اللي يجي يضحك علينا. سوينا مهزلة. سرقة الأموال مالتنا مالت النفط كلها خذوها طال الخارج. نعم. يعني فتح له ملعب ما يقدر يسوي له فتح ألف بيت لهاي الناس الفقراء القاعدة. زين هم يسوون مجمعات سكنية في البيت 300 مليون 400 مليون. ما تقول الجنوب لسه بعده. الناس تلبس من البالات. هو السوداني ما يعرف وكان فقر كل شيء ما عاد كان يلبس من البالات. زين الإمام علي عليه السلام يقول خفكم البطون جاعت ثم شبعت. والله العزيز يعني ما ادري وين يردون ياخذونه بالضحك مالتهم ما ادري وين يردونه. بس هو ما اتحمل مسؤوليتهم ما نحمل المسؤوليه هم نحمل المسؤوليه للانتخابهم. والله للانتخابهم حطوا لهم هنا عندنا بغماش جذام ما له خلاص. انت تتوقع اكو احد انتخابهم؟ ما احنا شفنا النسب اللي راحت بالانتخابات واكتشفنا انه هي كلها مزوره. كلها مزوره بس اكو كم صوت اللي باعوا ضمائرهم باعوا 40 مليون ب 50 الف و 100 الف. نعم. حطوا لهم جذوع مال نقر هنا عندنا بغماس الجذع ب 10 ملايين دينار، هو البستان عندنا 10 دولارات ب 10 ملايين دينار. نعم. وهاي الناس اللي يبنون مجمعات بالنجف في الديوانيه 300 مليون، السودان احنا عندنا هو عندنا 300 الف بالبيت، يلا واحد يعطيك 300 مليون يشتري بيه 400 مليون. نعم نعم نعم. زين يا مستشفى يا مؤسسات بنيتوها بالديوانيه، يلا خاطر نقول هاي بنت مؤسسات، لو هي هاي من عهد الملكيه عندنا موجوده المراكز والمستشفيات من عهد الملوكيه ترممونها الترميم مالتها يبني لها 400 جدد. نعم. يعني هو حاطين نفسي مدير ناحيه، هو المقاول هو مدير ناحيه. نعم. يعني نفسي الحكومه مدير بلديه، هو المقاول هو مدير بلديه. يعني هاي وزعوها مركز استثمار الحدائق كلها توزعت قطع على امهم ولاولادهم، لان هي ملك لهم ولاولادهم. الشعب هذا ما له حريه ان يطالب بتعديل قانون بتعديل حال. نعم نعم. وكل سرقاتهم كلها ترى قانونيه. نعم. بس تروح راح نشتكي على مدير البلديه قلنا له باق طلعت باقاته كلها قانونيه. نعم. لان هم القانون مسخرينه لهم. نعم نعم. بس والله يا سودان ان شاء الله ما تتوفق، والله ان شاء الله ما تتوفق. ان شاء الله ثالثك حالك حال اللي اخذوك بالصفر على الى ابد الابدين، لان ما عندك مصداقيه. لان لا عندك مصداقيه ويا الله ولا ويا الشعب. نعم. الا مصداقيه ويا جيبك. نعم. استولت على بيت المال وسرقته كله. طلعت انقص من الكاظمي. نعم. والله انتقم منكم فردا فردا. مستور حبيبي. شكرا شكرا لك ابو علاوي. انتقد احد سكان محافظه ذقار اهمال دائره بلديه الناصريه برفع النفايات والزباله عجلكم الله من الطرق ورصة تجمع للنفايات قرب جسر ابراهيم الخليل. هذا الجسر اللي طلع ويانا كومه الله لانه جسر متلكئ او مشروع متلكئ، مؤكدا انه كل مدراء البلديه ما تمكنوا من وضع حد لازمه النفايات ولا شالوا النفايات ووضعوا انظمه رقابيه لفرض غرامه ماليه على المخالفين مثلا، بوسط صمت مطبق من قبل المسؤولين في مجلس المحافظة اتجاه هذا الملف. تعالوا نشوف سوية الحال اللي موجود في الناصرية. مدير بلدية هذا الموضوع ما أدري، يعني أي مدير بلدية يجي ما يخضع على هاي النفايات باوع، هاي اللي هي قرب جسر إبراهيم الخليل باوع. هاي صار ثلاثة أيام أو أربعة أيام كل ما أمر القاهر، يعني ما معقولة مربع المدينة يعني يكون هذا المظهر مالته، يعني الى متى احنا نبقى ننتقد ونحكي؟ عيب زحمه استحوا يا اللي يلزم المديريه البلديه قال ما اريد كابسه وسخه وما اريد نفايات. هذا موضوع النفايات موضوع عزلي موضوع مو وليد اليوم. يا اخي اسوي هنا عقوبات على دبور زباله وشد كاميرات وخذ المشكله. هسه المقصر المواطن، بس لازم يكون هناك توجه من البلديه. يعني انتم عندكم فضائيين وعندكم وهميين تارسين الاقسام كلها جناسي وهميه جاي تجينا
هواي معلومات بين الاقسام، البعض من عنده عندهم جنات وهميه والبعض اسام وهميه جاي ياخذون هاي الرواتب، لكن احنا نقول هاي النفايات الى متى احنا نبقى شيء ننتقد ونحكي؟ يا مدير بلديه رفضا للاعلام مالتك وما اريد نفايات وما اريد كابسه وسخه، هذا يا شوفها اسال لك ثلاث ايام هاي النفايات موجوده. هاي واليوم ايش قد الشهر ماي 17 هواي النفايات موجوده مثل ما شاء الله، ملينا من الحكي ما في الكفايه، ما حافظ ذكار نايم، الاعضاء نايمين، ولا متى احنا نبقى ننتقد هاي الزبيل والبلديه ويا مصيبه البلديه، يعني البلديه ذكار يعني تاسيسها بس القطع بس المساطحات، يعني النفايات ما تشيلها ما لهم علاقه بالمواطن. لا شو لها علاقه بالمواطن؟ في كل بلدان العالم النفايات تعتبر ثروه. طلعوا منها كهرباء ويستفادون من عندها ويكرروها وممكن يعالجوها وممكن يستخدموها في صناعات اخرى، الا بالعراق مشمره. ناشط من قضاء المشخاب محافظه النجف وجه رساله هنا الى رئيس مجلس المحافظه بضروره توفير 10 كابسات على اقل تقدير حتى يرفعون النفايات المتراكمه بالشوارع قبل ان يطالب بتوفير سيارات لاعضاء مجلس المحافظه. قال أزمة النفايات صارت مستويات ما تنطاق بسبب الانتشار الواسع لها، ويعود هذا الشيء إلى انعدام التخطيط. وتساءل المسؤول يقبل أنه هاي الزبالة تكون موجودة قدام بيته؟ هل من المعقول أنه الأموال المخصصة للقضاء ما تكفي أن يشترون حاويات؟ تعالوا نسمع المحافظة دكتور حسين العيساوي. دكتور، قبل ما أطالب بشراء سيارات إلى أعضاء مجلس المحافظة لأداء واجباتهم ومهماتهم، يعني على مود تسهيل مهمتهم، لأن السيارات القديمة شوية تأثر على مزاجهم، أدراويك نموذج على مود بلكة الله تشملنا بشراء كابسات لرفع النفايات في قضاء المشخاب. هم من ضمن واجبات هذا المجلس، مجلس المحافظة، هاي النفايات اللي أمام جنابك يا دكتور حسين هذه صارت بسبب سوء الإدارة والتخطيط في قضاء المشخاب. واحد يرفع واحد يكبس، هذه نفايات مشتركة بنص حي سكني ونص المدارس. هذا اللي قدامكم نفايات بيها نفايات طبية وطماطة وبيدنجان، وأجلكم الله جلود مال غنم وهوش وشلاب ميتة أجلكم الله. هذا المنظر لو أمام أحد بيوت أعضاء مجلس المحافظة تقبلون؟ يا دكتور حسين شكل لجنة وتعالوا شوفوا قضاء المشخاب قبل ما نرجع للمظاهرات. الناس ملت والنفايات وصلت مستويات لا تطاق. تعالوا شوفوا واقع المدينة المخزي، هذا نموذج مصغر من واقع المشخاب. تجاهل قضاء المشخاب راح يردنا للمظاهرات، واعتقد المشخاب مو هينه بالمظاهرات. يعني هذا الحال، اشتروا لي سيارات لاعضاء المجلس بس بلا زحمة. انت ما قلت لنا كل عضو مجلس كم سيارة يريد يطلع بالموكب مالته؟ لانه احنا شفنا احد المحافظين، يمكن محافظ ديالى، عنده موكب ما ادري ايش طوله ايش عرضه، موقف رئيس جمهورية مو موقف محافظ. فأنت قل لنا الجماعة يمك شنو يردون. محكمة التمييز الاتحادية قررت أن تفرج عن الضابط بقوات التدخل السريع عمر نزار ورا ما حكمه مؤبد بحادثة جسر أو مجزرة جسر الزيتون بمحافظة ذيقار. هذا قرار أثار غضب الشارع العراقي، لأنه انحياز القضاء لصالح المتهم على حساب أرواح الضحايا ومأساة ذويهم هي مشكلة. محكمة الجنايات بمحافظة ديقار أدانت عمر نزار بحزيران 2023 بتهمة إصدار الأمر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين عزل على جسر الزيتون في مدينة الناصرية إبان ثورة تشرين سنة 2019. هذا تسبب بوقوع قتلى وجرحى بصفوفهم. كانت هاي الاحتجاجات السبب الرئيسي باستقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء. إجا بقرار المحكمة اللي أصدرت الحكم منتصف تموز 2024 أنه الأدلة المتحصلة من الدعوة ضد المتهم عمر نزار فخر الدين محل شك، والشك يفسر لصالح المتهم. وسبق أن أكدت منظمة العفو الدولية أنه الإفلات من العقاب هي سمة سائدة بالعراق وراء المئات من عمليات القتل غير المشروعة من قبل قوات حكومية وميليشيات خلال احتجاجات تشرين. المنظمة شددت أن استمرار نهج الإفلات من العقاب بحكومة محمد الشاه السوداني هو أسوة بالحكومات السابقة بالعراق. حتى تعرفون تفاصيل أكثر تعالوا نشوف الانفوغرافيك الورايه.
وفي نفس الليلة اعتقل رجل يدعى راشد الماني. كما علمت لاحقا أن النقيب عمر نزار من قوة المهام كان مهتما جدا بزوجته. أنا اليوم ده أشوف الهجمة اللي شانيها ضدي وبهذا التوقيت وبهذا الوقت وما أعرف شنو سببها. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. عندي رسالة واحدة وصلتني تقول أبو مايد من بغداد: السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. هؤلاء الميليشيات إذا هم أسباع خلي يروحون على اليهود، دمروا أهل غزة. وقال الرصافي رحمه الله: على هؤلاء كلاب، والكلاب على أبناء جلدتهم أسود عبيد للأجنبي، وعلى أبناء جلدتهم أسود دربوهم الأمريكان والإيرانيين على السخافة والنذالة، وشلون يذلون المواطن العراقي. أنتم يا أبناء ابن العلقمة ويا أبناء أبو لؤلؤ الفيروزي، أنتم من قتلتم الحسن والحسين وعلي والعباس وآل البيت، براء منكم يا ذيول إيران. وشكرا، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى الخميس. في أمان الله.